موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كشف موقع أفيا برو الروسي المتخصص في الشؤون العسكرية السابت عن قيام ميليشيات حفتر بنشر أنظمة صواريخ روبج الروسية المتطورة في المناطق التي تحت سيطرتها، حيث أوضح الموقع أن الصواريخ دخلت إلى الأراضي الليبية عن طريق مصر، وأضاف أن الصواريخ يصل مداها لمسافة 80 كيلومتر. وذكر الموقع أن نشر الصواريخ يأتي في محاولات من ميليشيات حفتر لصد مواجهة محتملة مع سفن حربية تركية دخلت المياه الإقليمية الليبية. نفذت هيئة السلامة الوطنية أعمال تفجير لأكثر من 50 طنا من الألغام ومخلفات الحروب من قذائف وصواريخ وغيرها. وأوضحت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني عبر حسابها فيسبوك أن الألغام جمعتها فرق إزالة الألغام ومخلفات الحروب من مناطق مختلفة من مدينة طرابلس وضواحيها، مضيفة أنه تم إنجاز العمل بموقع التفجير بوادي الهيرة جنوب مدينة طرابلس، وذلك بمشاركة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية وفريق الإسعاف بقسم طرابلس. أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 4 حالات للوفاة و277 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا. المركز في بيانه الجمعة أكد أنه تسلم 2600 عينة واحدة، وكان من ضمن الحالات السالبة 32 حالة تماثلت للشفاء. وأوضح المركز أيضا أن إجمالي الإصابات وصل إلى 7327 حالة في ليبيا، تعافى منها 848، في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 139 حالة. قالت شركة البريغا لتسويق النفط أنها مستمرة في عملية البيع والتزويد المباشر للمواطن من خلال سياراتها المتنقلة بمختلف الساحات والميادين، وذلك بالتنسيق مع قوة التأمين والحماية. وأكدت الشركة عبر حسابها الرسمي فيسبوك خروج 25 طلبية لأسطوانات الغاز بقوام 5250 أسطوانة، وذلك إلى 7 نقاط بيع مباشر للمواطن، والتي تم تحديدها مسبقا بالاتفاق مع المجالس البلدية لتلك المناطق. وأشارت الشركة باستمرار البيع المباشر للمواطن بساحة كلية البنات لمنتج الديزل وبواقع 40 لتر لكل مواطن. وأهابت الشركة المواطنين بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد من أجل سلامتهم وسلامة القائمين على التوزيع من موظفي شركة البريغا. نهاية الموجز مشاهدينا، حفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. Thank you.